كسر ميتك وقلبي تعي. ولا حركة ولا حركة ولا حركة. طلع الدهبات طلعوا طلع الدهبات يا شباب. يلا لسه معك شيء؟ قديم خلص لك. هذا شاهر ابن مشاهر يسلم لعينه الله يخليه لأمه يا رب. أمنا معكم شرف؟ ما في أخلاق؟ ما عندكم الحريمات تخافوا عليهم؟ روح يا شاهر الله يحميك ويستر على حريماتك. آمين. أنت بتعرفيني يا أختي؟ إيه أنا ديب الدعي وهي أم خيره وبنتها سعاد. حريم هاشم أفندي السبعة نعم الله. يبعث لي حمى. إيدك مجروحة؟ لا أختي لا، هذا دم هدول الكلاب. يا أم سعاد معك محرمة؟ إيه يا أم معي. يلا يا شباب كل واحد على شغله يلا. غطي وشك يا مو. الله محيي أصلك من بطن الحملة. الله محييك على راسي والله. لك تسلم كل الرجال مثلك يا هيك القبضايا. قلت لك خذيت الحريم بحارتنا يا وطي. لا يا أكيد لا، خبروني هذا قبضاي هو خلص حريم الهلندان. شو؟ مثل ما عم أقول لك. لا تأخذنا قبضاي، حقك علينا. بسيطة عبيد صغيرة. لكن وين هالكلاب اللي اعتدوا على الحريم بحارتنا؟ أكلوا نصيبهم. هذا خنجر واحد منهم. ومنين راحوا هالكلاب؟ من هون عبيد. بتروحوا وراهم وما بترجعوا إلا وهنن معكم. يا عمرك عبيد. منين القبضاي بلا صغرة؟ بحسبك من حارة عياش. والله والنعم منك ومن مختاركم ومن عقيدكم ومن كل أهل حارة عياش. النعم منكم عبيد. رأيتك بيضة عمي، يشهد الله أنك فضلت علينا وعلى كل أهل حارتنا يا ابن الأصول. رأيتنا هي رأيتكم ورأيت كل أهل الشام. عود خالي وسمع شو بدي لك. أمرني معلمي. خالتك مرت أبوك بدها تجيب أولادها وتجي لعنكم اليوم. بقى الله يرضى عليك بتنبي حرمتك أنه توجبها وتنسى الماضي. والمسامح كريم لك ابني. وخالتك مرت أبوك مثل أمك، يعني لازم تتحملها وتكرمها كرمال أبوك. وإلك أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صلي وسلم وبارك عليه. خسر وخاب، خسر وخاب، خسر وخاب. فقال له الصحابة: من هو يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبواه ولم يدخلاه الجنة. والله يا جماعة أنا بحياتي ما عصيت لا أمي الله يرحمها ولا الوالد الله يطول لي بعمره. بس اللي صاير هالمخلوقة من يوم اللي تجوزها الوالد وهي بتكرهني وبتكره أولادي، ومعلمي بيعرف القصة. صحيح لك خالي صحيح، بس يعني كرمال عين تكرم مرجع عيون. مهما كان بيضل هذا أبوك وولاده بيضلوا أخواتك وأنت مسؤول عنهم أمام الله وأمام الناس. فالله يرضى عليك توم على الدرج بتاخد شوية مصاري بتشتري شوية لحمة وخضرة وفواكه بتاخدهم لحرمتك تطبخ لهم عشاء، وبتروح بتعزم أبوك ومرته وولاده. إذا عزمتهم أنت أحسن ما يجوا لحالهم. يلا خالي يلا. يكتر خيرك معلمي، في معي مصاري لحم كتافي من خيرك. سلامة خيرك أبو سطيف، بس هي العزيمة على حسابي يا أخي. خلصك ابني خلص، ساوي مثل ما عم بيقول لك المختار. حاضر. معناتها من بكرة بتبلش بعمارة البيت وبتاخد حرمتك وولادك وبترجع لبيت أهلك، واللي وعدتك فيه رقبتي سدادة. الله يديمك ويطول بعمرك يا رب. الله يجزيك الخير يا أبو الضاح. ولو الناس لبعضها يا شيخي.